مولانا، يأتي السؤال ليكون أكثر توضيحا في الإجابة للسادة المشاهدين وللسادة الذين يبحثون دائما عن القواعد التي أسس لها كل إمام من أئمة المذاهب لمذهبه، والتي ضمنت استمرار، لأنها قواعد علمية أصبح يؤخذ بها لضمان الاستمرار حتى هذا العصر وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. قواعد المنهج أو المنهجية عند الإمام أحمد بن حنبل. هو هذا المذهب العظيم، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومذهب التلاميذ من بعده، هو مذهب يقوم على منهجية واضحة، فهو يعتمد كما قلت على دلالات النصوص الشرعية من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الأدلة الأخرى التي شهد لها القرآن الكريم وشهدت لها السنة النبوية المشرفة بالاعتبار. بطبيعة الحال هذا المذهب يقوم على أن على اعتبار، وهو هذه منهجية راسخة عند كل العلماء، على اعتبار بأن هذا النص الشرعي نزل بلغة العرب، ولا بد أن يفهم في بقواعد لغة العرب. ولذلك كان دلالات الألفاظ له قدر كبير جدا من عملية الاجتهاد عند الحنابلة في فهمهم للنصوص الشرعية، فهم لا يقفون عند خصوص السبب الذي نزل فيه اللفظ، بل هم يقولون بأن الأصل في الأحكام أن تكون عامة لجميع الناس، وبناء على ذلك فإن الأصل هو ليس خصوص السبب وإنما عموم اللفظ. لا نقف عند هذه الواقعة وظروف المحيطة بالواقعة، وإن كان هذا له اعتبار وله يعني قدر كبير جدا في السياق الذي نزلت فيه هذه الآية أو هذا الحديث الشريف، هذا مهم جدا في فهم النص بسياقاته العديدة، لكن الأصل ألا نقف عند خصوص السبب، وإنما لابد أن نلجأ إلى القاعدة العامة في أن الأحكام إنما جاءت للخطاب العام. الواقع متجدد يا مولانا، والواقع متجدد بطبيعة الحال، يعني فكل واقعة تأتي فإن هذا النص وإن كان نزل في فلان فإنه يحكم هذه المسألة. وهم أيضا لا يقفون فقط عند حدود دلالة منطوق اللفظ، بل يأخذون بمفهومه أيضا ويجعلون هذا المفهوم حجة من يستنبط من خلال المسكوت عنه أو مفهوم النص، مفهوم اللفظ يعني، يجعلونه حجة في إثبات الحكم الشرعي. يعني على سبيل المثال عندما يعني نأتي بقيود معينة في اللفظ الشرعي، يأتي الشارع بقيود معينة، هذه القيود هي أوصاف، فإن الحنابلة والجمهور من العلماء يقولون هذه الأوصاف معتبرة، ويجب أن نقول بأن الشارع قصد من إيراد هذه القيود أن ينفي الحكم عن غير اللفظ أو في المحل الآخر المسكوت عنه. مولانا، يمكن بالمثال يتضح المقال وعشان الأمور تبقى واضحة بالنسبة لنا في واقع احنا بنعيشه. هناك أمثلة كثيرة يمكن أن تورد أو أن تأتي في هذا الشأن، منها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، فإنه صلى الله عليه وسلم لو قال في الغنم زكاة دون هذا القيد كلمة السائمة، فإننا نوجب الزكاة في الغنم بإطلاق طالما وجد النصاب وطالما يعني حال الحول وهكذا. لكن عندما قيد هذا اللفظ بهذا الوصف السائمة، فإننا نتساءل لماذا قيد اللفظ الشرعي بهذا الوصف السائمة التي يعني ترعى دون تكلفة، يعني نفقتها ليست كثيرة، يعني صاحبها لا ينفق عليها وإنما تمشي في الأرض وهكذا، يعني تقتات وتأكل دون تدخل من صاحبها كثيرا، فهل هناك من فائدة في هذا القيد؟ فالعلماء يقولون والله ما دام أنه أتى بهذا الوصف إذن هذا الوصف لابد له من فائدة. أيوة. إيه الفائدة التي له؟ هي أن الحكم الذي ثبت من وجوب الزكاة هنا بناء على هذا الوصف ينتفي هذا الحكم عندما نفتقد هذا الوصف،
فإذا كانت الغنم سائمة سائمة تجب فيها الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. طيب إيه رأيك في المشروعات بقى اللي بنعملها ونسمن ونربي وفي بيوتنا وفي مزارعنا كمشروعات إنتاجية وهكذا، فإن هذه ليست سائمة، إذن هل فيها زكاة؟ قال إذن المسكوت عنه الشارع لم يتكلم عن هذه الأمور لكنه سكت عنها. هي بلا شك من دلالة هذا الوصف في الغنم السائمة زكاة أنه قصد نفي الحكم عن غير السائمة، وبناء على ذلك لا زكاة في الغنم المعلوفة أو المكلف عليها نفقة. يعني من خلال وصلنا لهذا المثال نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، والحديث عن الإمام أحمد بن حنبل وهذه المنهجية في مذهبه سوف يكون حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. نزل دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بشكرك شكرا جزيلا، والحديث معك دائما مفتوح على أفاقه وعلى رحابة علم فضيلتكم، شكر الله لكم. شكرا جزيلا. قال الإمام الشافعي: تركت بغداد ولم أو غادرت بغداد ولم أترك أحد أكثر ورعا وأكثر تقوى من الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. إلى اللقاء.